السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني، وأهلا وسهلا بكم مع زياد هادي أستاذ آلة العود من بغداد العراق. أشرب بكم أخواني، وأهلا وسهلا بكم بعراقنا الحبيب وفي ومع أخواننا أيضا في العالم العربي من الدول العربية، أهلا وسهلا بهم. ونشرب بكم، كانت فترة شوية من القطاع بسبب انشغالنا بالدورات الموسيقية، وحقيقة أنا أشكر جميع الناس المتواصلة وياي بواسطة الهاتف والسؤال عن الدورات الموسيقية. الدورات الموسيقية 8 محاضرات شهريا بسعر بسيط أونلاين طبعا على الواتساب أو على الإيمو مباشرة وياي وجه لوجه، أو في بغداد الذهاب إلى بيت الطالب. شرف إلي كبير طبعا. إحنا دائما خلوا في بالكم أخواني، قبل ما نبدي في درس مقام البيات لازم احنا نفهم فد قضية جدا مهمة، وبسرعة راح اقول لكم اياها، هي قضية تعلم العود. يعني اللي يريد يتقدم على يتعلم العود لازم يخلي في باله انه ها انا الشهر هذا دخلت يمك دورة راح اتعلم، لا لازم تكون عندك الارادة. ممكن في هذا الشهر تتعلم وتدخل باولى المقامات. ويا أخوان، أساس العود هو التقاسيم. التقاسيم إذا أنت عازف تبدي التقاسيم، لأن الأغنية تكون أسهل بآلة العود، وبالتالي تتعلم مباشرة. من ضمن الأسئلة أيضا، أنا أريد أعرف إمكانيتي وأنا أعزف وأنا كذا. الواتساب أنا أساسا خليته للي يشترك دايركت. أنا دراستي هي عراقية بحتة من تقاسيم من دروس، وأيضا ناخذ العربي أيضا، العربي أيضا أنا عزفة، يعني أنا كامل عراقي بحت لأن هاي مدرستنا، وأيضا ننتقل إلى الدول العربية لأي أغنية وأي مقام. أنا ماخذ حتى المدرسة التركية أيضا دارس. عندنا موضوعين اللي هو أما تدرس على النوطة يما تدرس حرفيا، هاي تتبع للطالب وامكانيته ومدى السرعه اللي يريدها ومدى الفائده. حقيقه هي الرغبه اول شيء هي ضروريه جدا في قضيه النوت الموسيقيه. هاي النوت الموسيقيه بسيطه جدا وبصوره سهله، تلقون رقم الهاتف اسفل الفيديو اللي هو واتساب، تقدرون تسالون على الدوره الموسيقيه وكيف الاشتراك وارسال المبلغ. اليوم احنا عندنا مقام النهاوند اللي هو تشاهدوا أمامكم، طبعا لاحظ أمامكم هذا مقام البيات اللي هو لاحظ أمامكم، يبدي من الري قرار ري مي كار بي مول، يعني ري مطلق، مي إصبع أول، فا إصبع ثالث، صول مطلق، لا تلاحظ اللا إصبع ثاني، وسي بي مول إصبع ثالث، ثم الدو، ثم الري، يعني يبدي بري سلم ينتهي بري. ثم ننتقل إلى الموضوع الثاني اللي هو نزولا. طبعا الصعود عندنا من الري إلى الصول جنس بيات على درجة الري، ومن الصول إلى الدو جنس نهوات على درجة النوى، يعني تطلع عندك نغمة هذا الجنس، يعني ممكن تتحول إلى تقاسيم. ومن ثم نزولا ري دو سي لا، هذا كرد على لا، ومن ثم من السي بي مول سي لا صول فا عجم على الفا، ومن ثم عندنا من الصول فا مي سيجا ثلاثي على سيجا وري. هذه الأجناس هي فائدتها شنو؟ فائدتها حتى أنت تعرف السلم لمقام البيات شو يشمل، ماذا يشمل، شنو اللي بي، حتى تعرف كيف تبدي تقسم بي، وبالتالي راح يكون عندك بترتيب التالي اللي هو راح يكون بخلال التقاسيم. يعني راح يكون عندنا بالترتيب التالي وعلى آلة العود. يعني احنا الآن
تلاحظ هذا آلة العود راح تبدي وين الري هذا ري مي فا صول هذا صار عندك شنو بيات طبعا قبل ما نبدي بالهذا ندوزن زين ويكون دوزاننا جيد حتى نقدر انه نقسم ونقدر انه نشتغل حتى اذن ما تكون تتخربط. ري مي فا صول هذا جنس بيات على الري ثم صول لا سي دو هنا صار عندك ناوند اوكي ثم بالنزول مالتنا طبعا الري الاخير ما راح يدخل نزولنا راح يكون عندنا ري دو سي لا كورد على لا ثم سي لا صول فا عجم لا 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 عجم الفا بعدين راح يصير عندنا لا ويصير عندنا سي لا صول فا صول فا مي سي جا راح تقول انت شلون عندك طريقتين الطريقة الأولى راح تبدي تقسم على هذا السلم وتعرف أجناسه لكن قبل بساعة لازم انت تاخذ بروفة على السلم يعني ري فا صول لا سي دو ري ري دو سي لا صول فا مي يجب أن تتمرن عليه التقسيم اللي انا راح تكون عندنا شوف لو تلاحظ قضية التقاسيم صارت من خلال الأجناس وهاي يجب أن تعرفها أنت بس هي إحنا بالدورات الموسيقية نعطيها بصورة واضحة فيديو آخر راح أخليكم تمرين بيات وراح يكون أمامكم إن شاء الله أتمنى أنه هذا الدرس أعجبكم اليوم تحياتي لكم لا تنسون الاشتراك واللايك واللي يحب أنه يشترك في دورات الموسيقية راح ناخذ تفاصيل أكثر ونفصلها يعني بطريقة بسيطة جدا بدون شوشرة وذهاب بعيدا ويعني كثير من الناس إنه ياخذوها بأكثر لا احنا عندنا 1+1=2 تحياتكم ومع السلامة السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله